انا كما شفت انا ممكن اني غلط. ليكيب صح شلف كانت تلعب، مي ما كانتش تلحق بزاف للديزويمات الكريي وكذا، مي شغل كيلك شوز اكسنتيو. لا لابروش لابروش دي بيت ما كانش صح. دونك مش عارف ولا ما كاش ولا يعطيك صحه ولا مونطال يقول درك ممكن يزيدوا لنا دوزيام وكذا، نخاف نوضرها. وين الديكليك؟ الديكليك كي دخلوا هذوك الزوج وسيرتو العشرة هذاك هذاك انا ليا دار كاع توت ليكيب اون كونفيونس باش بلو جو هذاك صغير عطيني نعطيك رجع وكذا كونسيرفاسيون دو لابال سا فو دير اوني لا اوني بريزون اون بو فير كيك شوز. هذا هو اللونجاج دو فوتبول. اللاعبين ولاو هذيك صغيره يديروهم شغل واسطه، داو الثقه والبيبليك يغني وكذا يفرح، داو لا كونفيونس هذيك اللي خلاتهم كريا وربحوا ماركا وزادوا دي جوار دخلوا جوبا وموسلي اللي سجل هدف. دونك هادو جابوا لو فلوس يدخلوا ريالمون جابوا هذاك سكي مونكي سكي مونكي صح. عجبك ثاني واحد اللاعب تكلمت لنا عليه شكون؟ افريقي مليح هذاك مليح الميليو تيرا مليح اسوانيا صباح بك تكلم مع واحد كنت نقولوا ها وميليو تيرا مليح باش شبهتو؟ فيرا الله يبارك جايب روحه. على بالك بلي راح لعب في البسطوانه وجا الى في كارو تويتر دو دوفول جا لافي فيزيكمون مليح دار دو سكان اللي عارف يلعب يعرف يلعب. سي ان جوار من بين باش ما نقولوش الاحسن افريقيا في الجزائر محمد. لا هو خانوه للاصابات اللي جيت لقيته مصاب. داكور محمد لانه يلعب في البوست تاع محمد حبيت نساله عليه ايش رايك في اللعبه هذه البوتسواني هذا؟ لا هي واحد الوقت قلت لك الشروط للعب تاع وسط الميدان استرجاعي، قلت لك كاين واحد سبعه ولا ثمانيه والشروط توفر في هذا اللاعب هذا. سي ان جوار يعني اللي الشروط توفر فيه، عنده السرعه سرعه كسرعه، عنده السرعه تاع الرؤيه، عنده السرعه تاع التفكير، يعرف يمد الكره، يعرف يجيب الكره بدون ما يرتكب اخطاء، نظن باللي الشروط كلها متوفره فيه. كلفته بمراقبه بوصوف؟ لا 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 ولا وسط الميدان. انا بالنسبه لي خدمتنا مبنيه على زون، استادير كل واحد كل واحد عنده مساحه يخدم فيها. المساحه تاعو كانت وسط الميدان، كوم هي نقطه قوه فريق شباب الجزائر. هو الدور تاعو يكون خلف اللاعبين وسط الميدان. يعني يقدر يغطي على لاعب يتليمينا، ولا اذا دخل بوصوف ولا دخل ثاني هذاك وامبا ولا مش عارف وسط الميدان باش ما نخليوش فراغ بين المدافعين وسط الميدان. حبيت تفهم جوبا لماذا احتياطي وهو في كل مره يدخل خيارات 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 ما تثقش فيه كثير ولا؟ لا مش ما تثقش فيه كثير، كان كمان من استراتيجي، كان انا بالنسبه لي نحتاجه في وقت ما وفي ظروف ما. وكان يبدا المقابله ربما ما يعطينيش المردود يلعبوا في 40 دقيقه. بصح في بعض الاحيان كنت تلعبوا كاساسي. كان يلعب اساسي كان يلعب. موسلي ما لعبش تماما. ما لعبش برسكو. بروميتيو دون لوبا سجل هدف الفوز. ماشي ما لعبش برسكو، كان يلعب في التوحي. داكو. كان يلعب في التوحي وفي الفتره اللي جيت فيها ما انا نعرفه كان يلعب في اللمسيه. مي في التدريبات ما شفتوش كان ما قنعنيش صراحه. صراحه يعني. كان ما قنعنيش وبالوقت ولا يقنعني. وليت قلت بالك سيفري ورميتو يسجل هذا يكون يقدر يكون دخلته في مقابله قبل هذه مع مقراف ثاني ضيع هذا يعني كان قادر يسجل هدفين في المقابله هذه خممت فيه لو فات اللي درته في 18 خممت فيه وهذاك الوقت اللي قررت نلعبه. فتوحي كلام كثير قيل على فتوحي، هل هو خيار فني او خيار لا اداره؟ لا صراحه لا عنده مشكل اداري مش معايا. وبالتالي الى تي كارتي دي مش هيك مشكل اداري مش اداري. ممكن يجاوبنا السي عبد القادر؟ ما نجاوبكم بعد نجاوبكم. هذا بعد ماشي عنده مشكل اداري مع الفريق وبالتالي تم ميسي ان بون جوار كوم. لا ماهوش مشكل اداري ماهوش مشكل اداري كان نقولوا بعض الفرق شوشوا عليه 72 ساعه قبل النهائي. احنا تحدثنا مع السيد عمراني وحكينا له مشكل واش راه صاري مع فتوحي. لهذيك احنا طلبنا الاعفاء تاعو
لانه مشكل اداري يعني. لا مشكل اداري ماهوش فني ماهوش فني ماشي فني ماهوش ما عندوش علاقه به. شوشو عليه 72 ساعه شاب صغير شوشو عليه خفنا ما احنا رحنا ثلاث ايام للوهران كي تدي في ثلاث ايام خفنا على التشويش للاعب نفسه ويشوشنا على المجموعه ثلاث ايام في وهران هل بيطلب من المدرب يومين يومين خدمت ايه يوم المقابله ثلاث ايام هل المدرب هو اللي طلبت هذه اليومين في أنا في يومين دجور رحنا باش لعبنا بالخميس رحنا ثلاثه تو بثلاثه نورمال نورمال اسمح لي برك نقول سي عبد القادر التشويش هذايا يعني كاين دي كلوب كونتاكت واه ولا هنا هنا سي با كوريكت سي با كوريكت الموسم مازال ما خلاش الميركاتو الصيفي مازال ما تحلش يعني خلي جواري كونسونتري ايه وراه الديونتولوجي تاع الفوتبول تاع الجزائر الميركاتو ما تحلش علاش تكونتاكتي اللعاب الوقت لو تايمينغ اللي تصلو به 72 ساعه قبل خليك من لافينال تاع الله يسهل عليك خلينا نروحوا نشوفوا اجواء اللقاء اجواء اللقاء اللي كانت جميله وجميله جدا نعطينا الصور الجميله هذه نشاهدوها ثم نعود للنقاش قادر عمراني مع سيد رئيس الجمهورية ماذا قلت له بقيت شوية درت شو هكذا والله تكلمت على واحد صديق جاري زمان قراه هو إياه ذكره هذا ولكن كانت لقطة الموسم كانت صورة بنت زناسي بنت زناسي نعم كانت يعني واحد العفوية عطينا صورة نشوفوها عفوية يعني عفوية البراءة نعم صورة جميلة جدا وما قامت به هذه البنت بقات يعني في تاريخ كأس الجمهورية لهذا الموسم ولا واحد كان ينتظر نعم جميلة جدا الصورة عليا شابة بزاف شابة لا فوتو سي لا فوتو دلاني هذه شو مانيفيك إيه سي ان بير دو فامي و نو مي كسيكم ان غون بير كانت عندها واحد عطى لها ديجا الميداليه ليها كان تواضع تاع الرئيس غني وكاين تواضع نعم كاين تواضع تاع الرئيس لانه كاين بعض رؤساء الجمهوريه في بلدان اخرى ما تقربش بليهم حتى لما يمد لك حتى يدو ما تشدهاش يدو ما تشدهاش نعم خدمت انت في بلدان الخليج وعلى بالك بلي ما تمسوش اصلا يدو ما تشدهاش اليد تاعو ما تمسهاش هو حكمته حتى من اخر الرقبه ديالو من الرقبه وسلمت له على راسو حاجه تفرح رئيس الجمهوريه سي عبد القادر هل دالكم استقبال طبعا قبل اللقاء ولا ما بين شوطين ما بين شوطين اعطيتوا له دي كادو اعطيتوا له الهدايا اللي معروف بها تقاليد تاع نهائي كاس الجمهوريه سواء الفرقتين في تريس سواء احنا ولا شباب الوزداد نعم اعطينا له هديه رمزيه طبعا ولكن انا كنت ننتظر الشك كان فيه من المفروض يكون فيه صك من عاده اللي يلحقوا النهائي يعطيوا لهم نحن في الانتظار ان شاء الله ضابطي يعطيوا للي يحق النهائي واللي يفوز بالكاس لانه انتم ما عندكم لا شركه لا اسمو في حاجه الى الدعم. الى شك هاك قلتها لانه الفريق عاده سي عبد القادر عمراني ما يعملش كثير في واحد بعض الفرق اللي فيهم مشاكل ماليه لاعبين ماشي خاصين 6 شهور 7 شهور كيفاش قبلت المهمه هذه المره انا متعود على انا قالوا لي سي عبد القادر لما جاء قال انا جيت نعاون والله انا شخصي المسؤولين يقولوا هما اللي نهضروا مش انا ما نهضرش ولكن الظروف سي فيه الظروف صعيبه الشيء الايجابي والله ما خبيش عليك يا دي جور اللي فريمون ما تقدرش توصفهم
بالكومبورتمون تاعهم وبالصبر تاعهم ماشي خالصين ويعملوا اكثر من شيء. ما كاينش غيابات ما يجوش ما كاش يغيبوش ما يغيبوش وما يريكلاميوش. خمره مره يتكلموا على بريما ولا زوج مع الكابيتان ديكيب ودي فا يزيدوا يصبروا فريمون ما خبيش عليك تدير ان جروب اللي تخدم معاه على صراحه يعني. وانا دائما فاهمهم دائما سالتهم مالغري يقولوا عليك انت قبيح شويه يعني مع اللعب. فاش قبيح اخويا؟ يقولوا علي انا اللي سيفر. لا لا شو ما تجيش لونطريمون ما تلعبش ما تكونش تكون لا ماشي ما تغيب تجي روطار كيما اليوم جانا السي عليا تقول له روح كمل روح جري وروح للدوش. علي صاحبي ولعبنا جميعا ماشي مشكل. اللي مش باسكو يعني سيرتان مون الناس تزيد شويه تزيد شويه ماتنون كاين كومام اون كوندويت ا تونير. إلى لاعب يحترم المهنة تاعه ويحترم الخدمة تاعه وإنه كي يجي ألور هذا واجب. قاسي قاسي شوية في الكريتيك دو ماتش أبري الماتش كي توري لهم لي فيديو قبيح. نقول لهم لا فيريتي ما نخبيش. الفو بيان دير لا فيريتي فو با مونتير وجوار سي سا وهذا الشيء اللي يخليهم يبروغريسيو. مي سي أن جروب كومام ولاد فاميليا كيما نقولوا. يحبوا نو باسكو كاين حاجة صوالح اللي يسمع ويقدر يتحسن. سا ديبون كيفاش هو يرفد. بس كل ما عندي كريتيك اللي مسون با مسون با ديستركتيف بناء كونستركتيف على ما كان ولكن هي قضية معاملة قضية ثقة بينك وبين اللاعب لي جون سيرتان مومون زيد شوية مي جو بونس كون فونت كونت الحمد لله لا بروف اي سون لا كنت تعيط للجوار تالي تهضر معاه يقول لك الشيخ ولا عنده الحق يقول لي حقي يعني حقي صح حاجة واحدة نطلب من ربي ما نديش حق واحد هذا هو البليز امبورتون ما نديش حق واحد ما نفضلش واحد على واحد وما نحقرش هذا ما كان متنو لي شوا اليوم نخير عليه يلعب قادر يجيب لي ربح وغدو نخيره هو قادر نخسر به صافي دير سيدي شوا تقدر تقدر سيدي شوا تقدر تقدر على بال شيخ لما تسمع فريق مقارنة بما يحدث مثلا في مولودية وهران البارحة مزادوا داروا اضراب جاو ربعة لونطريمون واليوم ما جا حتى واحد لونطريمون قال لك الاضرابات رغم انه الفريق ماهوش في وضعية تشوف فريق كيما هذا فايز بكاس الجمهوريه لاعبين ماشي خالصين 6 شهور 7 شهور وقيله خالصين 2 عندهم بوكو دو روطا نعم 2 موا 2 موا داين وقال لك واحد ما يغيب على التدريبات قال لك يعني فريق هل هذه من اسباب النجاح تاع فريق جمعيه شلف؟ بيان سور تكون من اسباب النجاح هذه وحده والثانيين هنا سيدي جوار اللي نجم نقول لك مونتالمون سيدي بروفيسيونال لان ما مش خالصين وراهم يجيو يدربوا ويحوسوا يديوا لاكوب وكذا ما تنجم كي الواحد اللي يخلي كيما دوك لمسيو يديروا غريف غريف هذه انا ليا ماهوش احترافي نادو راك تخلي راك تهلك في الفريق هكذا كمل اللعب دير الاخر تاعك صوفي الكلوب فان سيزون يا خويا من بعد دير غريف ولا حاجه فان سيزون عندك حق مي هنا تخليهم اون كور دو روت في مشاكل جو بونس كو سي با كوريكت وهذه اللي خلات تكون عندهم تفضل على لي جوار لي جوار كل سوا اكس ماهمش كيما لي زونترينور لي جوار يدفعوا السيارة اللي يديو السيارة اللي يديو يخدموا موال يعني غدوة غير وين يدي دار لي زونترينور يقدروا يدو مش عارف لي زونترينور قال لك لي هنايا عنده كونترا يدفع باش دير الكلوب اون دونجي نوطاج اه ما ديروش اون دونجي باسكو انت دراهمك غدوة تديهم في السيارة ولكن كانوا قادرين مثلا اللاعبين تاع جمعية شلفة انا مانيش دونور دو لوسون مانيش نعطي لي لوسون بصح كانوا قادرين مثلا لافي تاع الفينال كيما هذه باش يجيب لك شونطاج يدير لك ان بتي شونطاج يبعث لك ثلاثه اربعه يقول لك هذو ممثلين مازلنا ما كملناش راك تحرط فيهم علاش نحرط يا خالد يقول لك جبنا لك كاس الجمهوريه لافي تاع الفينال يقول لك اعطيونا اموا دو موا سالير ولكن هذه ما شفناهاش في فريق جمعيه شلف سي عبد القادر هل هذا يعني هذا يحسب للاعبين صراحه يعني والله غير شابو بالفعل نرجع لك لبدايه الموسم كي تعاقدنا مع بعض اللاعبين